بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وبعد، أحبائي وأبنائي طلاب فصل أول ثاني بمدارس الرقي الأهلية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمحبينا والمحسنين إلينا ولذوي أرحامنا ولكل من له حق علينا. نستكمل دراستنا للخطة الإثرائية وبعض المهارات المستهدفة منها، وقد وصلنا إلى هذه المهارة، معرفة أقسام الكلمة. الكلمة يا أحبائي الكرام، إما أن تكون اسم، وإما أن تكون فعل، وإما أن تكون حرف. أولا، أنواع الاسم. الاسم أولا هو ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة أو مكان أو حدث. اسم الإنسان مثل أحمد، عمر، هند، مريم، هذا اسم إنسان، إما مذكر ولد أو بنت، يعني مؤنث. النوع الثاني وهو اسم الحيوان. اسم حيوان مثل أسد، فيل، نمر، جمل، هذه يكون اسم. نقول كلمة جمل اسم. اسم ايه؟ اسم حيوان. ثلاثة، اسم نبات مثل تين، زيتون، نخلة، بصل، هذه كلها نباتات، يعني تنبت وتنمو في الأرض. القسم الرابع وهو اسم جماد. يعني ايه جماد؟ حاجة جامدة يا شباب، يابسة، مثل المكتب، ما بيتحرك من مكانه، ما بيكبر، ما بيأكل، ما بيشرب. بيت نفس الايه الأمر، ثابت في مكانه لا يتغير. كرسي. خمسة، اسم بلد. مكة، مصر، بلدنا هذه السعودية. ستة، كلمة بها ال، ألف ولام في بداية الكلمة، الوطن. لو حذفنا ال، هذه الآلة القمرية، تكون الكلمة وطن، هذه الكلمة اسم. الجهاز، العلم. ما دامت الكلمة فيها ألف ولام في بدايتها تكون اسم. سبعة، كلمة آخرها تنوين. قلوبا، كريم، جميل، أي كلمة في آخرها تنوين تكون اسم. ثمانية، كلمة آخرها تاء مربوطة. حديقة، وردة، كرة، أي كلمة فيها تاء مربوطة، فيها تنوين، فيها ألف في بدايتها تكون اسم. يبقى الاسم يا شباب عندي أكثر من نوع، ثمان أنواع الحين. اسم إنسان، اسم حيوان، اسم نبات، اسم جماد، اسم بلد، كلمة بها ال، كلمة آخرها تنوين، كلمة آخرها تاء مربوطة. ثانيا، الفعل. الفعل إيش معنى الفعل يا أبطال؟ الفعل هذا ما دل على عمل أو حدث يحدث في زمن معين. والفعل يكون ثلاث أنواع: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. الماضي والمضارع والأمر يختلفوا في الزمن. الماضي حاجة حصلت انتهت، مثل فتح، كتب، شرب، قرأ، سمع، جلس، ذاكر، خلاص. طيب، المضارع يحدث الحين، يحدث الآن، يفتح، يكتب، يشرب، يقرأ، يسمع، يجلس، يذاكر، وهكذا. الأمر بطلب من واحد إن هو يسوي شيء، افتح، اكتب، اشرب، اقرأ، اسمع، اجلس، ذاكر، وهكذا. يبقى ببساطة الماضي حدث وانتهى، شيء حدث وانتهى، فتح، أكل، شرب، صام، صلى، خلاص، نجح. المضارع يحدث الحين، الأمر سوف يحدث بعد زمن التكلم. أنا أقول الحين افتح، أقول استمع، بعد ما خلصت الكلمة أنت بتسوي هذا الفعل بعد زمن التكلم، خلاص يا أبطال. ثالثا، الحرف.
الحرف هو لا يظهر معناه إلا مع غيره. يعني يا أستاذ صادق، الحرف ده مش هو ألف باء تاء ثاء جيم؟ هذه حروف تسمى حروف المباني. يعني إيه حروف المباني؟ ببني حرف جنب حرف جنب حرف كده يكون كلمة، ببني الكلمة من هذه الحروف. لكن هناك حروف مكونة من أكثر من حرف تسمى حروف معاني، لها معنى لا يظهر هذا المعنى إلا عندما أضع في جملة. وهذه الحروف أنواع، مثل حروف الجر، حروف العطف، حروف التوكيد، حروف النصب، حروف الجزم، حروف الاستفهام، وهناك غيرها. ولكن يعني أتيت بهذه اختصار: من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام. هذه تسمى حروف الجر. حروف العطف هي الواو، الفاء، ثم، أو، حتى. حروف التوكيد بأكد بها الكلام: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. هذه تسمى حروف التوكيد. حروف النصب هي أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، واو، الفاء. طبعا بقول الكلام ده باختصار جدا جدا جدا، وهي حروف يعني ليس مطالب بالابن أن يفهمها أو يعرفها حتى في صف أول ابتدائي، ولكن يتقن قراءتها يفهم أنها تسمى حروف النصب. خلاص، النصب هو أن تأتي كلمة بعد هذه الحروف آخرها فتحة وتكون فعل. خلاص، أن يكتب، أن يشرب، لن يظلم، وهكذا. حروف الجزم وهي لم، ولما، ولا، ومن، وما، ومهما، ومتى، وحيثما. حروف الجزم يعني الفعل بيجي بعدها أو الكلمة بتيجي بعدها آخرها سكون: لم يلعب، لم يكذب، لم يسرق، لم يفهم، لم يشرب، وهكذا. حروف الاستفهام: الهمزة، هل، أم. هذه أسميها حروف استفهام. ببساطة هذه أقسام الكلمة، وهي الاسم والفعل والحرف. بأي كلمة في الدنيا يا أبطال، ممكن تكون اسم، ممكن تكون فعل، ممكن تكون حرف. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.